اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، لنرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في المدى: رايس ووش، رجال الامن يمنعون عوده عوائل داعش الى مناطق غرب الانبار. جاء في العربي الجديد: مجلس المفوضين يقرر إجراء عد وفرز جزئي لنتائج الانتخابات. نطالع في الزمان: المتحدث باسم الصدر: إعلان الكتلة الأكبر بات وشيكا والتحالفات السابقة قائمة. نطالع في القدس العربي: أردوغان يحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى وتحالف الجمهور يضمن الأغلبية البرلمانية. موقع عربي 21: جاء فيه أردوغان بخطاب النصر: نتيجة انتصار لكل الشعوب المقهورة. وفي الحياة نقرأ: كوشنر يلوم عباس ويعلن الصفقة قريبا، والسلطة تعتبر مواقفه دليل فشل. في الشرق الأوسط أخيرا وليس آخرا، نقرأ: شبح الاحتجاجات يعود إلى طهران مع استمرار انهيار الريال. أهلا بكم. أينما وليت وجهك في العراق فستجد فضيحة مولدة لمأساة. فضيحة تزوير الهائل في الانتخابات وفضيحة إحراق الصناديق، وها هي فضيحة جديدة تنضم إلى حلقة الفساد المعلن في دولة ما بعد 2003 في العراق، وهي تسريب أسئلة امتحان مادة التربية الإسلامية. حازم الأمين يرى في صحيفة الحياة أن تسريب أسئلة امتحان التربية الإسلامية له دلالة رمزية على هوية الفساد، ذاك أن التشريب في هذا الحال هو فعل درامي وظيفته تجريد جماعات الإسلام السياسي من أي ادعاء أخلاقي. لا شيء في العراق في منأى من الفساد. الأمن والاقتصاد والتعليم والنفط والعلاقات الطائفية والإثنية والجيش والحشد والكهرباء والماء، المسألة في هذا الحال متصلة بجوهر الأشياء لا في طريقة أدائها واشتغالها. والفساد ليس حكرا على الحكومة الشيعية، ذاك أن تجربة الفيدرالية الكردية يعمها الفساد أيضا، والجماعات السنية تعيش على فتات فساد الحكومة المركزية وتنعم بخيراته. في الموصل عشرات من قادة الحشود العشائرية من الذين يرسلون قوائم بمقاتلين وهميين يتقاضون من الحكومة رواتبهم من دون أن يكون لهم أثر في تشكيلاتهم، وهؤلاء أطلق عليهم اسم الجنود الفضائيون. الفساد في بلاد الرافدين هو جزء من دورة الحياة السياسية، وهو فعل مباشر وليس فعلا التفافيا، هو بمعنى ما جزء من البرامج الانتخابية التي يكاشف فيها السياسي ناخبيه شارحا قدرته على اجتراح أشكاله. التمسك مثلا بالحشد الشعبي بصفته قناة علاقة أهلية ومذهبية مع الحكومة هو جزء من هذا الفساد الجوهري، ذاك أن رواتب الحشد التي تدفعها الحكومة يتم تصريفها مناصفة بين مقاتلين غير شرعيين وبين زعماء طائفيين صار لهم ميليشياتهم الممولة من الحكومة. ويشير الكاتب لأن الفساد وصل هذه المرة إلى منطقة جديدة، التلامذة ممن يفترض أنهم ما تبقى من أمل في مستقبل مختلف، وهذا مؤشر جديد إلى أن ثمة من يستثمر في احتمال انتقال الفساد إلى قيمة تربوية وإلى احتمال إخراجه من تعريفه بصفته قيمة سلبية، فأن تنشئ الأجيال على حقيقة أن الفساد متاح وأنه جزء من جريان الحياة العادية، فإن ذلك يعني أنه صار في صلب القناعات وشرطا للارتقاء ولبلوغ الأهداف، لا بل صار جزءا من الطموح العادي في أن يبلغ المرء مبتغاه. في مفارقات محبطة تعكس حال التردي وهدر المال العام ووضعه في غير المكان الذي يسعد العراقيين، كشف مؤخرا
أو بالأحرى كشف مؤخراً عن هدر نحو 145 مليار دولار على تأهيل وتسليح وتطوير المؤسسات العسكرية العراقية خلال ولايتين. رئيس الوزراء السابق نور المالكي أحمد صبري يقول في صحيفة الوطن العمانية إن الغريب في الأمر إن هذه الأموال الضخمة لم تستطع أن تمنع الانهيارات الأمنية، لا سيما بعد سقوط الموصل والرمادي وتكريت، وكذلك لم تمنح العراقيين الأمان والاستقرار إطلاقا. بدلا من تعزيز قدرات القوات المسلحة وتنويع سلاحها وتأهيل منتسبيها، هدرت الأموال بصفقات سلاح مشبوهة، كما أن قسما منها ذهب إلى جيوب اللصوص ومن يوفر الغطاء السياسي لهم. وتحول العراق بفعل هدر أمواله وفشل مؤسساته العسكرية إلى ساحة للصراع وملاذ للمتطرفين وأجندتهم التي تقاطعت من إرادة العراقيين ومشاغلهم واحتياجاتهم الحياتية. ولم يشهد بلد هدرت أمواله وضاعت مثل العراق، فالأموال المهدورة والمنهوبة منذ احتلال العراق وحتى الآن بضمنها الرقم المعلن تقدر بنحو 700 مليار دولار من دون أن يلمس العراقيون تغيرا في حياتهم، ولم يسعدوا بتلك الأموال المتآتية من عوائد النفط ناهيك عن فقدانهم الأمن المنشود. وعلى الرغم من تصاعد الدعوات لملاحقة سراق أموال العراق ومن يقف وراء الصفقات الوهمية التي أهدرت مليارات الدولارات، فإن الواقع يشير إلى أن حيتان الفساد وداعميهم من القوى النافذة غير آبهين بهذه الدعوات ومصرين على مواصلة نهجهم الذي وضع العراق في ذيل قائمة الدول التي تعاني من الفساد والتخلف، الأمر الذي سيفشل أي محاولة للإصلاح والتغيير ووقف نزيف هدر المال العام. والخلاصة بحسب الكاتب، فإن نظام المحاصصة الطائفية والسياسية هو من أدخل العراق بالمجهول وحمل اللصوص والسراق، ومن دون معالجة هذا الخلل فإن العراق سيبقى أسير هذه المنطقة التي توفر الأمن والحماية لسراق المال العام، التي حرمت العراقيين من التمتع بثرواتهم ومنعت سعادتهم. باستثناء ثابت واحد، لا أحد يستطيع الإجابة عن سؤال في غاية البساطة: ماذا يجري في العراق؟ الثابت الوحيد أن إيران غير راضية عن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 من أيار الماضي، وهي مصرة على أن يكون العراق مستعمرة تدار من طهران. على الرغم من أن ذلك طبعا مخالف للطبيعة بكل المقاييس، هذا ما أشار إليه خير الله خير الله بمقاله بصحيفة العرب اللندني. يعود ما نشهده اليوم من فوضى على كل صعيد إلى أن فصول الانقلاب الإيراني تتوالى بسرعة، وصولاً إلى البحث في تمديد ولاية البرلمان، وهذا يعني صراحة فشلاً ذريعاً للنظام السياسي الذي أسس له الاجتياح الأمريكي في عام 2003. أكثر من ذلك، لم يستطع الاجتياح الأمريكي تحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة التي تحدث عنها الرئيس جورج بوش الابن وكبار المسؤولين في عهده. فبعد مرور 15 عاما على سقوط نظام صدام حسين، لم يطرأ أي تحسن على الوضع العراقي. كل ما هو مطروح في الوقت الراهن منذ بدء التشكيك بنتائج الانتخابات، بما في ذلك إحراق قسم من صناديق الاقتراع يؤسس لحرب أهلية وليس لقيام دولة المؤسسات التي وعد بها الأمريكيون. في كل الأحوال، تحصد إيران حاليا في العراق ما زرعته بعدما اعتبرت أن أمريكا خاضت حربا من أجلها. صحيح أن الإدارة الأمريكية سلمت العراق على طبق من فضة إلى إيران، لكن الصحيح أيضا أن إيران لم تعرف ما تفعله بانتصارها. ظهر بوضوح أن العراق ليس لقمة سهلة يمكن ابتلاعها على الرغم من كل التسهيلات الأمريكية التي مهدت للانتصار الإيراني. في ظل هذه المعطيات انكشفت إيران في العراق. تستطيع إيران أن تهدم أي شيء، تستطيع تغيير طبيعة مدن ومناطق عراقية بأكملها عن طريق عملية تطهير ذات طابع مذهبي. تستطيع الاستعانة مثلا بداعش كي تقضي على مدينة عريقة مثل الموصل، لكن ذلك كله لا يعني أنها
أن لديها مستقبل في العراق. هذا إذا كان العراق مستقبل، ما غير الذهاب إلى حرب أهلية؟ تركيا، عبرت تركيا بنجاح، عبرت امتحان الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتقلت نحو نظام جديد في الحكم يقوم على النظام الرئاسي، وذلك وسط ترقب واهتمام خارجي مكثف. بشير البكر يرى في صحيفة العربي الجديد أن المظهر الرئيسي الذي استوقف الأوساط الدولية التي تابعت هذا الحدث الكبير هو أن الانتخابات جرت في أجواء من الهدوء، ولم تسجل هناك تجاوزات أو خروقات أو انتهاكات. والمظهر الثاني هو كثافة التصويت والنسبة العالية للمصوتين التي بلغت حسب الأرقام الرسمية نسبة 87% من المسجلين على اللوائح الانتخابية. بالنظر إلى ضخامة الحركة الانقلابية والمشاركين فيها، فإن الانتخابات حملت نوعا من الرد على أن حزب العدالة والتنمية استطاع امتصاص الصدمة، وظل حزبا قويا أدار حملته الانتخابية بنجاح وحقق نتائج لم تكن متوقعة خالفت الحسابات الداخلية والخارجية. إن فوز التحالف البرلماني المشكل من العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بأكثر من نصف مقاعد البرلمان يعني أن الحكومة القادمة التي ستتشكل لن تكون مرتهنة إلى المعارضة فيما يخص السياسة الداخلية وخصوصا الخيارات الاقتصادية، ومنها المشاريع العملاقة كالمطار الجديد وقناة البحرين الأسود ومرمرة التي ستحل محل ممر البسفور. والأمر الثاني، لن تكون هناك أي تغييرات فيما يخص السياسة الخارجية وخصوصا تجاه سوريا. من النتائج المباشرة للانتخابات التركية أيضا تبدد الغيمة السوداء التي خيمت فوق اللاجئين السوريين خلال الشهر الأخير، وكانت تكبر وتزداد قتامة كلما اقترب موعد الانتخابات، إذ جعلت منها أحزاب المعارضة ورقة أساسية في الرهان، ويتجاوز الأمر في بعده السياسي قضية وجود أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في تركيا إلى موقف المعارضة الإيجابي من رئيس النظام السوري بشار الأسد. الكاتب يرى أن نجاح الاستحقاق الانتخابي التركي هو حدث كبير ستكون له نتائج مهمة في الداخل والخارج أيضا، وهو بداية عهد جديد للرئيس أردوغان الذي سيحكم من الآن فصاعدا بطريقة مختلفة تقوم على النظام الرئاسي. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا تحليليا لنتائج الانتخابات الرئاسية التركية بقلم مراسلها في اسطنبول كريم شاهين، ويرصد المراسل النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بشكل شبه نهائي، والتي تشير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على نحو نسبة 53% من الأصوات مقابل 30% لأبرز منافسيه وهو محرم إنجه. الكاتب يقول إن المعارضة التركية تشعر الآن بإحباط شديد بسبب النتائج، إذ كانت تتوقع أن تثمر جهودها طوال الأشهر الأخيرة في الحشد للانتخابات بدفع أردوغان إلى جولة إعادة أمام محرم إنجا، لكن ذلك لم يحدث. ويشير الكاتب إلى أن الإحباط تزايد في صفوف المعارضة التركية بسبب الإخفاق في إنهاء سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان بشكل مستمر منذ نحو 16 عاما، لتتواصل هذه السيطرة بالتعاون مع القوميين الأتراك. ويوضح الكاتب أن أردوغان صدم المعارضة في نيسان الماضي بالإعلان عن انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لسببين: الأول أن المؤشرات كلها كانت تمنحه فوزا مريحا على منافسيه في ظل المعارك التي يخوضها الجيش التركي في سوريا والانتصارات التي حققها على ما يسميها بالجماعات الإرهابية، والسبب الثاني هو رغبة أردوغان في فعل شيء لوقف التراجع الاقتصادي المفاجئ في تركيا وتراجع العملة المحلية. يختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح الآن يمتلك بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة قوة كبرى يمكنه بموجبها تعيين الحكومة وكبار القضاة والمسؤولين في البلاد.
نحو سوريا. معركة الجنوب السوري ما كانت لتتم لولا موافقة إسرائيل، وهذه تستجر موافقة الولايات المتحدة حكما ومثلما هو حاصل فعليا وعمليا، ومثلما تبلغت فصائل المعارضة المقاتلة من واشنطن بأنها لن تتدخل، على العكس من مواقفها السابقة. وهذا يعني أشياء كثيرة جلها يدخل في باب الخزي والعار، وبعضها في باب المسار المأمول لهذه النكبة في خواتيمه. علي نون يرى في صحيفة المستقبل اللبنانية أن الضوء الأخضر الإسرائيلي الذي أعطي لبقايا قوة بشار الأسد للشروع في العملية العسكرية يشتمل على أمر مهم جدا، هو أن الإيرانيين وميليشياتهم ليسوا جزءا من الحشد الزاحف إلى درعا ونواحيها. طهران انصاعت ميدانيا للإملاءات الصهيونية وارتضت بأن تبتعد عن حدود الكيان الغاصب وأن تستمر في محاولة العمل لتحرير سوريا من أهلها، طالما أن لا قوة ولا نية لديها لتحرير فلسطين من محتليها. ثم أن ذلك يعني أن بشار الأسد في المعركة الراهنة عاد للتذكير بأنه لا يزال قادرا على القيام بوظيفته الأولى، وهي حماية حدود إسرائيل والمحافظة على أمنها، وإلا لو كانت هناك أي نية عدائية تجاه الصهاينة لما مكن من التقدم خطوة واحدة جنوبا، ولما سمح له حليفه الروسي أصلا بتلك الخطوة. ولئن كان ظروف المعركة وضرورات حماية خط المقاومة والدفاع عن المقدسات والتصدي للتكفيريين والإرهابيين ومنع سقوط سوريا في أيدي الأعداء حتمت على إيران وحواشيها وتوابعها، بل علموسي والامتناع حتى عن الصراخ اعتراضا أو انفعالا على سكوت موسكو عن الغارات الجوية الصهيونية مرارا وتكرارا، فإن موسكو في المقابل لم تسكت عن شيء وتصرفت علنا وعلى المكشوف ولم تخفي حرفا واحدا في أدائها العام. إسرائيل عندها أهم من إيران، والتنسيق الاستراتيجي مع واشنطن أهم وأوجب من تخرصات ممانعة آخر زمن في ديارنا ونواحينا. وهذا يعني بحسب الكاتب الانخراط الفعلي وليس النظري في ملاقات السياسة الأمريكية الراهنة الهادفة إلى قصقصة جوانح الطاووس الإيراني المنفوخة والمفلوشة خارج حيزه الجغرافي، بدءا من جنوب سوريا ووصولا إلى الحديدة اليمنية. ما جرى أخيرا في منطقة القصير المحاذية للحدود الشمالية الشرقية اللبنانية كان أولى الإشارات الدالة على أن موسكو دخلت على خط تقليص التمدد الإيراني ميدانيا وقطف الثمار التي أنضجتها الغارات الإسرائيلية المتكررة. بعيدا كل البعد عن سياسة، وصفت وسائل إعلام ألمانية سرقة أكبر رافعة بالغريبة والعجيبة، فقد فقدت في ألمانيا وعثر عليها في مصر، واعتبرت الحادثة من أغرب قصص السرقة في العالم. وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن قصة اختفاء الرافعة التي تزن 48 طنا ويبلغ ثمنها 200,000 يورو بدأت في 19 من آذار الماضي من موقع العمل الذي ركنت فيه في مدينة شتوتغارت الألمانية، وتقدم مالكها في صباح اليوم التالي ببلاغ للسلطات المحلية ورصد مكافأة مالية قدرها 5,000 يورو لمن يدلي بمعلومات تساعد الشرطة في الوصول للسارق. ولم تتمكن السلطات الألمانية على مدى 3 أشهر من العثور على الرافعة وسارقها حتى ذهل متابعو القضية بنبع إعلان خبر عن ظهور الرافعة في ميناء الإسكندرية بمصر،
وطرحوا تساؤلات عدة مفادها كيف مر سائق الرافعة وسارقها من عدة دول من دون أن يلفت الأنظار إليه وإلى الرافعة المسروقة التي أبلغت السلطات الألمانية أبلغت كافة دول أوروبا بمواصفاتها لضبطها، وكيف مر بها من هذه الدول حتى وصل إلى ميناء الإسكندرية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.